قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوع المطوع. نتحدث في هذه الحلقة عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان مثالا للشجاعة والشهامة والعدل والإنصاف والزهد. رحب بضيوف الكرام معي في الاستوديو الشيخ خالد بن موزة، حياك الله شيخ خالد. الله يحييك شيخ أحمد. أيضا معي الشيخ يحيى بن بطي نعيمي، حياك الله شيخ يحيى. الله يحييك، الله يسلمك. حلقتنا اليوم يعني عن رجل حقيقة ثاني خلفاء الراشدين، بالحديث عن عمر قبل دخول الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا عمر طبعا رجل من رجالات قريش، ينتمي إلى بني عدي بن كعب، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد السابع اللي هو كعب. بنو عدي منزلتهم في قريش متوسطة، ليسوا هم كانوا هم الأكبر أو الأقوى، ليسوا مثل بني مخزوم أو بني هاشم أو بني جمح، كانوا هم يعني عددهم أقل من ذلك. لكن كان سيدنا عمر بن الخطاب أخواله من بني مخزوم، فأبو جهل وهذا اللي يعتبرون كلهم هذيلا خوال سيدنا عمر بن الخطاب. كان عنده قضية البنية الجسدية، رجل يتصف بالقوة، يتصف بالضخامة بالطول، رجل يتصف أيضا بسرعة الغضب، سريع الغضب، زين، شديد الحزم، شجاع ما يخاف. هذه كانت صفاته في إيش الجاهلية، زين. وسيدنا عمر بن الخطاب عندما ظهرت الدعوة عارضها 6 سنوات، كان من أشد المعارضين لها، كان أشدهم، بل كان يعذب، يمارس التأذيب ضد من يسلم من عبيد بني عدي أو من بني عدي، كان هو الذي إيش يعذبهم بنفسه، يمارس التأذيب بنفسه. ليش؟ شديد قوي وصارم وحازم، ولم يعلم بإيمان وإسلام أخته فاطمة بنت الخطاب، ولا بإسلام سعيد بن زيد زوجها ابن عمه أيضا. وقصة إسلامه معروفة ومشهورة، أنه بعد أن عرف بذلك كان أيضا يريد أن في آخر يعني 6 سنوات هذه كان عازما على أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج، حتى لو هلك هو أو قتلته بنو هاشم ما عنده مشكلة. فكان هذا يبين إيش يعني شجاعته وإقدامه، وأيضا كان عليه رضوان الله في شجاع في جاهليته متهور، يعني الشجاعة والتهور والإقدام كانت هذه من صفاته عليه رضوان. حتى أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرى فيه هذه الصفات، كان يدعو كما جاء في الروايات: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام خاله أبو جهل، يا هذا يا هذا، زين. فالله سبحانه وتعالى كان من حظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يكون هو من أهل الإسلام، وأن يكون خاله أشد أعداء هذه الأمة، ويكون فرعون هذه الأمة. أيضا تكمل الشيخ يحيى أيضا ما ذكر الشيخ خالد، وهو قبل الإسلام لعمر أيضا مواقف كثيرة، قال شجاعته وإسلامه، أيضا نريد الحديث أكثر عن عمر قبل إسلامه. فعلا يعني تكملة لحديث الشيخ الله يحفظه، يعني عمر ما كان أحد متصور أنه يسلم،
يعني نظرا لها شدة عدائه للإسلام وشدة حنقه وغيظه على المسلمين، حتى أنها بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لما وصلهم خبر إسلام عمر يعني كانوا يعني يستبعدون هذا، يعني حتى كان يقال يعني لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر، ولكن يعني إرادة الله سبحانه وتعالى فوق أي إرادة، ويعني توفيق الله وهدايته ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت هي فعلا يعني إسلام عمر كان مفترق طرق في حياة الدعوة الإسلامية في مكة، يعني لما أسلم عمر يعني صدع بإسلامه، أعلن ذلك صراحة أمام المشركين، يعني كان فيه موقف عزة للمسلمين، يعني في وقت كان فيه ضعف وشدة وطأة الكفار والإيذاء للمسلمين، يعني هو فعلا يعني عمر يعني نقدر نقول يعني غير يعني مجرى الدعوة الإسلامية إلى الأفضل. حتى هجرته أيضا الكثير هاجر من مكة المدينة كان متخفي، لكن كان عمر أيضا خرج سبحان الله، هو نعم يقول ما أراد أن قصته نعم قصته الشهيرة لما أراد أن يهاجر يعني أيضا أعلنها صراحة يعني وتحداهم فيها من أراد يعني أن تثكله أمه وأن يرمل زوجته وأن يتم أبنائه فليتبعني خلف هذا الوادي، تحدي صريح من عمر رضي الله عنه. كل ذلك طبعا في الحقيقة هي تدعم موقف المسلمين، يعني هذه كلها يعني تبث فيهم روح الشجاعة، روح الأمل، تزيل عنهم يعني الذلة أو يعني الصبغة التي يعني اصطبغ فيها الإسلام في بدايتها، يعني شيء من ال الدون أو الهون، لكن إسلام عمر هنا نقل نفسية المسلمين، طريق الدعوة تقدر تقول أنه غيرها، وهي كلها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وذكر عمر بن الخطاب. أيضا نريد الآن أتكلم عن عمر، من هو عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تكلمنا عن قضية سيدنا عمر بن الخطاب، الصفات التي كانت يحملها ضد المسلمين قبل إسلامه انعكست، صار شديدا على من؟ على الكفار بشكل إيجابي الآن. إيه بشكل الآن الأكثر شديد الإخلاص للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل غير طبيعي، ولذلك يقول العلماء كثير من الصحابة أسلموا قبل عمر، لكن منزلة عمر سبقتهم، إلا أبو بكر الصديق، إلا أبو بكر الصديق سبق كثير ممن أسلموا قبله بإيش؟ بإيمانه، بتقواه، بزهده، بورعه، بإخلاصه، بشدته على إيش؟ الكفار. كان أشد معروف، كان أشد واحد في فريق المسلمين هو عمر بن الخطاب، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يستطيع أن يصل إلى المستوى العداوة للكفار كما فعل عمر بن الخطاب، ما في، لا يوجد. لذلك حقيقة عندما تريد، عندما تتكلم عن عزة الإسلام، فعمر بن الخطاب عنوانها، عندما تريد أن تتكلم عن العدل في الإسلام تجد أيضا عمر بن الخطاب هو عنوان العدل في الإسلام، عندما تريد أن تتكلم عن الشجاعة والبأس والإقدام وتجد أيضا سيدنا عمر بن الخطاب، في الزهد والتقوى تجد سيدنا إيش؟ عمر بن الخطاب هو في المقدمة. لما هاجر إلى المدينة المنورة ووصل وكان يتلهف لوصول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما وصل عليه الصلاة والسلام بدأت الآن مرحلة جديدة، بناء إيش؟ الدولة. كان هو الوزير الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر، بعد أبو بكر الصديق، كان هم وزراءه. لذلك حتى كان الإمام علي يقول جاء رسول الله ومعه أبو بكر وعمر، ذهب رسول الله ومعه أبو بكر
وعمر، جلس رسول الله ومعه أبو بكر وعمر. إذن كانت الملاصقة الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم رفعت من مقدار سيدنا عمر في عيون كل الصحابة، كانوا لا يرون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أعلى مقاما من عمر إلا أبو بكر الصديق. شوف هذه المنزلة التي وصل إليها عمر بن الخطاب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال تأمل عند هذا الإخلاص الشديد والحب للرسول صلى الله عليه وسلم، تراه واضحا جليا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يتحمل الصدمة التي أصيب بها سيدنا عمر، من أشد الصدمات، أشد صدمة، لم يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قد غادر الدنيا، ما استطاع أن يتحمل ذلك، وأشهر سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه. شوف هذه تدل على قضية شنو؟ المحبة والإخلاص الشديد لهذه العقيدة. شيخ يحيى سبحان الله وشيخ خالد تكلم، يعني أخذ مناقب سيدنا عمر، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لن تؤمن يا عمر حتى أكون أنا الله ورسوله أحب من نفسك. نعم. بعدها بشوي سبحان الله رجع. هذا الموقف وأي شجاعة. نعم. في لحظات معينة يغير هذا الأمر. نعم، هو الحديث اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. هنا عمر، يعني عمر بعفويته وبصراحته هنا يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من مالي وولدي إلا من نفسي، يعني برأيه يعني نفسه أغلى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر. هنا يعني مرحلة مراجعة بسيطة، يعني يذكر البعض يعني بعض شراح الحديث يعني قيل أن عمر تخيل لو أن شخص أراد أن يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، فهل سيفدي نفسه ويعني يقدمها رخيصة فداء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة الإجابة أنه سيفدي نفسه وسيقدمها يعني رخيصة فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال والله إنك لأحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين. هي معادلة يعني طبعا هذه حقيقة، يعني لابد سرعة البديهية لعمر أنه يقير هذا الأمر ويكون رسول هو أحب إليه من نفسه وماله ولده. شجاعة. نعم، وهو فعلا شجاعة، فعلا يعني شجاعة لما بدأ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من نفسي، ثم لما غيرها فعلا وأعلنها صراحة. ماذا قال هنا وسلم؟ نعم. الآن يا عمر. الآن يا عمر. أيضا مناقب عمر الخطاب كثيرة في ولاية أيضا عمر الخطاب، أو مواقفه مع أبو بكر وأيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه أيضا أن عليه القرآن وافق عمر في كثير من المواقع، مثل قضية تحريم الخمر. سيدنا عمر بن الخطاب كان يعني يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرم الخمر، لأن كان عمر من صفاته ومناقبه أنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، كان لا يرى ذلك. وكان كثير أيضا من العرب لا يشربون الخمر، ومنهم أبو بكر الصديق ما شرب الخمر أيضا عليه رضوان الله. فكان يريد يعني أمر آية شافية وافية في قضية الخمر، فالله سبحانه وتعالى أنزل تحريم الخمر بعد غزوة أحد، نزل تحريم الخمر. هذه الآية الأولى. إيه، بعد التدرج. نعم. سيدنا عمر بن الخطاب لما أسروا أسرى بدر، شاور أبو بكر وشاور عمر، قال ما نفعل بالأسرى؟ فأبو بكر كان رقيق القلب عطوفا، قلنا هذاك العكس شديد صارم حازم، فقال يا رسول الله إنما هم الأهل والأقارب، يعني نعفو عنهم، نأخذ الفدية، نأخذ اللعنة. فعمر بن الخطاب قال لا يا رسول الله، تسلم علي بن أبي طالب فلان، وتعطيني فلان، وتعطي أبو بكر فلان، كلهم عيال عم زين، وكل يضرب إيش ابن عمه، يقضرب عنقه حتى يعلموا أننا ما عندنا رحمة ولا عندنا إيش
شفق على الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني انصدم من هذا الرأي ومال إلى رأي من الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى العالمين، فمال إلى رأي من أبو بكر الصديق. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فوافقه المولى عز وجل في هذا الموضع. ثم في الحجاب على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول أنه يدخل عليك البر بالفاجر، وأنا أعرف هذا لمين وشنو أخلاقهم، فلازم يتغطون. فنزلت الآيات بالحجاب على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الكلام بينك وبينهم من إيش وراء حجاب ما يصير. زين، وكان هذا أيضا موافقا لسيدنا عمر بن الخطاب. هذه كانت من صفاته الجميلة، كان عنده فراسة عجيبة جدا، يعني بينت بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا مقام إبراهيم نفس الشيء، مقام إبراهيم نفس الشيء، أن نتخذ المقام إبراهيم مصلى، لأن إبراهيم له منزلة عظيمة في قضية أنه هو الذي بنى البيت، وهذا مقامه، وهذا الحجر فيه أثر أقدامه. فصار الآن حتى الأئمة في الحرم أين يؤمون الناس؟ في تلك الجهة التي فيها المقام. وهي سبحان الله موافقة عمر لكثير من آيات، وهذه تشريع سبحان الله لهذه الأمة. أيضا لا شك أن شخصية عمر حتى احنا أيضا كان رحيما رقيق القلب، عن رحمته أيضا نعم يعني مواقف كثيرة. نعم، عمر فعلا يعني يذكر عنها عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني قال من أراد أن يرى يعني رجلا كاملا فلينظر إلى عمر. يعني فعلا عمر يجمع بين الحزم والشجاعة بالإضافة إلى الرحمة. الرقة والرفق، يعني كان وقافا عند كتاب الله، كان يعني شديد البكاء عند سماع الآيات. يعني أيضا من المواقف اللي تدل على رقة عمر رضي الله عنه لما في قصته مع الحطيئة. الحطيئة يعني شاعر كان بذيء اللسان وكان يعني سليط على أعراض المسلمين، هجل كثير. فعمر رضي الله عنه يعني أمر بحبسه، فجاء الحطيئة بأبيات لكي يرقق قلب عمر، فيها يعني من ضمنها يعني مطلع البيت اللي ملي أفراخ بذي زغب إلى أن قال فاغفر سلام الله عليك يا عمر. فعمر هنا أخذته رقة، يعني لما تذكر هؤلاء ذكره بأبنائه وأنه يعني حبسه عنهم، فرق قلبه وأطلق صراحة. يعني القصة هذه يمكن تستغربها حينما نسمع قصص عمر ومواقفه الشجاعة والجريئة، قد يعني قد تستغرب هذا الموقف، ولكن يعني فعلا يعني جمع بين متناقضات، ولكن هذا الجمع يعني يعني يضع للحزم موقفه، وفي نفس الوقت للرقة والرحمة موضعها. لا شك بأن سيرة الفاروق عمر الخطاب مليئة بمواقف كثيرة، لكن أطلع فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل مع الضيوف الكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد في حلقتكم في برنامج المطوع، في حلقة عن سيرة سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. حديثنا عن عمر الخطاب لا شك وين نبدأ وين ننتهي. لا شك كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله كان يعس ليلا، صحيح. فهناك قصص كثيرة، لو حدثنا عن بعض هذه القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة اتصف بصفات عجيبة جدا، وهي قضية أنه متابعة الأمور بنفسه، وهذا لا يفعلها كثير من الحكام أو الأمراء أو الولاة، يصعب عليهم ذلك. لكن كان سيدنا عمر بن الخطاب يحب هذه القضية، ويقوم هو بالإشراف بنفسه والعسس، خاصة بالليل يمر على البيوت، ولديه الكثير من القصص، مثل قصة بائعة اللبن.
وقصة هذه البائعة اللبن مرتبطة أيضا بسيدنا مين؟ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. نعم. سبحان الله. يسمع صوت المرأة الأم وهي تقول لابنتها اخلطي الماء باللبن وهو يمر على بيتهم، فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. قالت أين نحن وأمير المؤمنين؟ أمير ولي راقد الحين هذا، قومي اخلطي. قالت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. وسمع الحوار. إيه سمع الحوار، حط علامة على البيت وما بالليل ظلام، حط عشان يعرف يميز البيت. ثم ذهب إلى أولاده وقال لهم من يريد أن يعدد، يريد أن يتزوج؟ فكلهم قالوا والله ما نبي إلا عاصم. عاصم قال نعم أنا أريد أن أتزوج. فقال له تعال. إلى أن ذهب به إلى ذلك البيت وخطب تلك البنت. هاي البنت امرأة أو بنت فقيرة جدا، يعني مستواها الاجتماعي المالي بسيط جدا، لكن مستواها الإيماني كان إيش؟ عالي جدا، صالحة. والدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه البنت هي جدة عمر ابن عبد العزيز سبحان الله، خامس خلفاء الراشدين. خامس خلفاء الراشدين. موقف آخر شيخ يحيى أيضا من مواقف عمر وهو يعس ويرى بنفسه يعني شابه. نعم، عمر رضي الله عنها لما وصل إلى تلك العجوز التي لا تملك قوتا تطعمه أبناءها، فلما علم بحالها وجاء وسألها فسألها قال يعني هل لا سألت أمير المؤمنين أو يعني طلبت منه حاجتك؟ قالت يعني بما معناه يعني أين أنا وعمر؟ أو فذهب بنفسه وأتى لها بقوت طعامها لتطعم أبناءها. يعني هو رأس الهرم يتولى هذه المهمة يعني بنفسه يعني شيء يعني فعلا يعني تاريخنا فعلا تاريخ مشرف فعلا، يعني مثل هالقصص هذه يعني حقيقة يعني توضح لك يعني هذا القرب، يعني الرئيس من المرؤوس والقائد من الرعية، يعني لدرجة أن حتى قوت يعني قوت الأبناء هو يوصله بنفسه لهم. هذا يعني من مواقف عمر رضي الله عنه وتواضعه أيضا، يعني هو بنفسه يأخذ الطعام ويعطيه هذه المرأة العجوز. أيضا شخص مواقف كثير، موقف نصر بن الحجاج. نصر عليه رضوان الله كان عنده قضية إيش؟ المحافظة على المجتمع المسلم وقيمه وعاداته وتقاليده. كان قضية المحافظة على أعراض المسلمين. لما كان يعس ليلا أيضا سمع بامرأة تنادي بنصر ابن حجاج. هذا نصر بن حجاج فتى جميل ورائع الجمال. فلما قام الصبح قال أين نصر بن حجاج؟ فأتوا إلى رجل فتى جميل حلو له شعر طويل، قال احلقوه. لما احلقوه وحطوه للعمامة صار أجمل من قبل. قال والله لا تجالسني أو في بلد أنا فيها، ما تقع في المدينة المنورة. ينفي من بلده المدينة. نعم. قال ما ذنبي؟ قال حتى لا تكون فتنة لنساء المسلمين. فنفاه إلى الكوفة أو إلى البصرة وجلس هناك إلى أن مات سيدنا عمر بن الخطاب. بعدين رجع نصر بن الحجاج، كبر شوية في السن وتزوج وكان رجل صالح، الفتى كان صالح. زين، وارسل رساله من أيوة البصره يعني. أيوة، لكنه لم يقبل له ايش عزو. ليش؟ لان العمليه هنا مرتبطه باعراض المسلمين، قضيه الفتنه، قضيه ان يفتن النساء بقضيه نصر بن الحجاج. عند مواقف كثيره سيدنا عمر في خلافته، لما تذكر الخلافه الراشده دائما الناس يحنون الى عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب، لان هذا العهد كان متميز، عهد الفتوحات. يعني شوف عمر بن الخطاب وهو يتكلم عن قضية الفتوحات كان عنده ولاة وعنده قادة جيش. من المهم عنده الولاة أم قادة الجيش؟ كان عنده قادة الجيش أهم. كان يقول قائد جيش أولى عندي من أمير مصر.
قال فإن أمير مصر إذا حزبه أمر راجعني، يعني بيسوي عند موضوع عند مشروع عند كذا يكلمني ويخاطبني ونتناقش في الموضوع، ولكن إذا أمير جيش جاءه أمر لا يستطيع أن يراجعني، خلاص مواجهة وقتال. فكان اختيار لأمراء الجيوش حازم، يعني لازم ينقيهم نقوة مثل ما يقولون، لازم يكون فعلا قائد محنك وما إلى ذلك، لأن فيه مصير المسلمين. كان يسألهم يقول لهم إذا حاصرتم حصنا ماذا تفعلون؟ قالوا ننقب في الحصن. قال فإن رماكم أحدهم بحجر فأصاب أحد المسلمين أيقتله؟ إذا قطعوا عليه حصايا وجات فوق راسه يموت منها؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال والله والله لأن تفتحوا حصنا، تفتحوا حصنا فيه 40 رجلا بموت رجل من المسلمين لهي خسارة. شوف إن عنده اهتمام بالدماء، إنه هو لا يريد أن يضحي، يريد أن يفتح الأمصار بأقل إيش الخسائر. لذلك رفض صناعة إيش أسطول بحري، بل في عهده رفض رفضا تاما ركوب المسلمين البحر. قال أضع أمة على خشبة في بحر فيهلكهم الله، يعني جيش أحطه وبعدين تأتي عاصفة وتأتي كذا فيموتون؟ زين أخسر هذه الخسارة الكبرى الفادحة. كان قضية التحري في قضية الحرام والحلال. عتبة بن فرقد صحابي جليل كان على أذربيجان واليا، فأرسل إلى عمر بن الخطاب 40,000 دينار، مبلغ هائل. فأسأل الرسول قال ما هذا؟ قال هذا يا أمير المؤمنين عشار الخمر على أهل الذمة. فغضب غضب شديد. هناك في أذربيجان في أهل الذمة يتاجرون في الخمور. قامت عتبة بن فرقد بدون رجوع. مشاورة والرجوع إلى أمير المؤمنين أخذ عليهم، قال خلي أخذ عليهم إيش ضريبة 10% على بيع إيش الخمر. فكون مبلغ كبير جدا 40,000 دينار أرسلها إلى عمر. فلما علم بذلك عزله، قال لا يتولى أمرا من أمير المسلمين ما دمت حيا، مع أنه صحابي، لكنه رأى أن هذا خطأ جسيم وأن هذا لا يجوز، ما يحل أني أنا أخذ الضريبة على الخمر، لأن ما حرم، حرام بيعه حرام شراؤه حرام كلها حرام، حتى الإيش الضريبة عليه حرام. فأرجعها ما أخذها، ولم يرضى أن تدخل بيت مال المسلمين لأن اعتبرها إيش حرام حرام. نعم. إذا من مواقف الشيخ يحيى أيضا مواقف عمر كثيرة جدا، يعني ليش رئيس أمير المؤمنين يعس في الليل، مفروض أنه يقعد على كرسي الرئاسة ويأمر اللي حوله، لكن كيف هو يحرص على وجوده وينزل للرعية؟ و يعني هو القائل، يعني لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، يعني قلت الحس الرقابي الذي كان يعيشه عمر رضي الله عنه، وهي تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومنهم عمر، هم يعني موقنون أنهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى، سيسأل عن هذه الرعية التي استرعاها الله له، سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، سيسأل حتى عن الدواب، عن يعني هي قضية يعني مراقبة. هذه الصفة التي نحتاجها في الحقيقة، يعني في واقعنا هذا اليوم، يعني حس المراقبة لله سبحانه وتعالى، يكون الإنسان يعلم علم يقين بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، أولا مسؤول طبعا عن العبادات التي افترض الله عليه، ثانيا عن الأمور التي أوكلت إليه في هذه الدنيا، سواء كنت مسؤول في جهة معينة، يعني استرعاك الله ولاية معينة، أموال عامة، هذه أنت مسؤول غدا أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانات التي استرعاك الله إياها، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. لذلك الحرص على هذه الأمور يعني لابد أن يكون أشد في الحقيقة من يعني حرصك على
مقتنياتك الشخصية، يعني الإنسان مقتنياته الشخصية يخاف عليها، فما بالك بأموال الناس هؤلاء التي هي أمانة هي لهم واسترعاك الله إياها ويعني وضعت وصيا عليها. حس الرقابة هذا اللي يعني تميز به عمر والصحابة بشكل عام، وهي تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب يقول لأصحابه وهو يعلمهم كيف يكافحون الفساد الإداري، كيف يكافحون السداد، قال إن لي على كل خائن أمينان، يعني اثنين يقزونه أمينان يراقبونه، قالوا الطين والماء، قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين السالفة الطين والماء، قال إن كثر إيش إن كثر إن على بنيانه وكثر زرعه، يعني أنا توني حاطة والي وبعد شوي صار عنده قصور وصار عنده مزارع وصار عنده شاليات، زين زين، فقال فمن فعل ذلك فلا شك أنه خائن، هو يقول سيدنا عمر بن الخطاب. ثم مر على بيت قد علا، قالت أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها، أبت الدراهم. نتكلم أيضا عن سياسات عمر الخطاب وأيضا عن فتوحات في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه. فاصل قصير ثم نعود إليكم لمواصلة الحديث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. في عصر الفاروق عمر الخطاب شهد النظام الإداري نقلة حضارية كبرى تمثلت في اهتمامه وعنايته بالنظم الإدارية، ففي عهده رسخت التقاليد الإدارية الإسلامية. نريد الحديث في هذا الجانب، ما هي السياسة التي كان يتبعها عمر في حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان عنده عليه رضوان الله مواصفات لقضية كيف ندير الدولة. الولاة كانت دولة واسعة، فيها ولاة، والي على البصرة، والي على الكوفة، والي على فلسطين، والي على الأردن، والي على حماة، على دمشق، كان كل مقاطعة لها ولاة. قضية الولاة، أول شيء في قضية الولاة يجب أن يكون قدوة، وكان الوالي يجب أن يكون عالما يعلم الناس، لأنه هو الذي سوف يخطب الجمعة، هو يخطب الجمعة، هو الذي يصلي بالناس، كان هذه من مهمة إيش الوالي، مو مهم رجل آخر، هو كان عالم دين. ولذلك لما كان يرسل الوالي يرسل معه رسالة لأهل تلك البلد فيقول لهم إني لم أرسل ولاتي لكي يضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، مو هذه القصة، إنما لكي يعلموكم أمر دينكم وهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. شوف هذه أحد أبرز مهام الوالي. ثم يأمره بالعدل وتقوى الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا يختبر الولاة. جاءه رجل استدعاه عمر بن الخطاب لكي يعينه واليا، فدخل على عمر، وكان عند عمر ابنا له يقبله، عنده ولد من أولاده قاعد في حضنه يبوسه ويلمه، فقال يا أمير المؤمنين أتقبل هذا؟ يعني أنت أمير المؤمنين، أنت الزعيم، أنت القائد، تقبل هذا؟ إن لي كذا من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه عمر فقال عزلتك، إن كنت لا ترحم أولادك هذه رحمة، فكيف بك بأولاد المسلمين؟ يعني أنت قاسي القلب. ولم يعينه. شوف قضية الرحمة أيضا مطلوبة في قضية الولاة. كان قضية الذمم المالية، الذمم المالية ما يتغاضى عن ذلك، وكان دائما يأخذ نصف أملاكهم مع أبو هريرة، مع عتبة بن أبي سفيان، مع كثير من الولاة، يأخذ نصف أموالهم مع أنهم إيش لم يخونوا، لكن مثل ما تقول ما مارسوا ممارسات يعتبرها أمير المؤمنين إيش خاطئة، لكنهم لم يسرقوا أموال المسلمين، زين، لكن مثلا عنده فلوس وتاجر فيها وهو والي، فالناس وأهل التجارة راعوه لأنه إيش الوالي،
فربح، فقال له هذه ربحك، هذا ناخذ نص أموالك لأنك فعلت ذلك. أنا لم أرسلكم إلا ولاة، ما أرسلتكم تجارا، أنت والي تمارس إيش الحكم وتمارس الإدارة. فكان عنده هذه القضية، أي وفد يأتيه من أي بلد من بلاد المسلمين كان يقابلهم يسألهم شلون واليكم، أيعود مرضاكم، شوف شوف السؤال الآن يسأله سؤال، أيعود مرضاكم؟ قالوا نعم. قال أيعود الناس اللي هم مساكين أدنى طبقة في المجتمع الإسلامي، يريد يعني هذيل فئة من فئات المجتمع ومن الشعب، هذيل أيضا يزورهم، فإذا قالوا لا أو كذا عزله. تخيل إلى وين تصل الدقة. يقول الإمام الطبري كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يخفى عليه شيء من أمر الولاة، لأنه كان يرسل جواسيس من المدينة يتفقدون الولاة، كان يطلب من الولاة أن يرسلوا وفدا من أبناء البلد فيحقق معهم ويسألهم عن الوالي، وكان إذا أتوا إلى موسم الحج كان أيضا يجلس مع كل أهل مصر، أهل فلسطين، أهل الشام، أهل الكوفة، أهل البصرة، يسألهم عن الولاة، فإذا وجد فيهم تقصيرا عزلهم. كان قاضيا سبحان الله، وفي زمن في زمنه سبحان الله ما في لا قضايا ولا أمور، لأن كان في زمنه صحيح العدل. الفتوحات شيخ يحيى أيضا فتوحات في عهد عمر، فتح فتوحات كثيرة الشام وغيرها. نعم، كان عدة معارك كانت في عهد عمر رضي الله عنه، فتوحات يعني أبرزها قد تكون فتح فارس ومعركة القادسية، يعني هذه تقريبا هي قد تكون الشهيرة إن لم تكن أشهرها. هنا يعني عمر رضي الله عنه تذكر له واقعة يعني تضاف إلى رصيده من الأمور اللي من يعني من تنبؤاته في قصته مع سارية رضي الله عنه. سارية كان في أحد المعارك، ف يعني قيل كأن يعني عمر كأنه يعني شاهد هذه المعركة، وكان فيه ثغرة في الجيش الإسلامي، فصاح فيه عمر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، مع أن طبعا يعني المسافة كانت بعيدة ولا توجد وسائل اتصال، لكن هذه من الأمور التي تضاف إلى رصيد عمر، يعني من أموره الحدسية أو التنبؤاته وإلهاماته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكن منكم محدثون، فمنهم عمر رضي الله عنه. رضي الله أيضا من فتوحات شيخ خالد اللي الكثيرة في عهد عمر. طبعا من أشهر المعارك التي حدثت في عصر سيدنا عمر بن الخطاب معركة القادسية ومعركة اليرموك، ومن أعظم الفتوحات كان سقوط المدائن، عاصمة كسرى، عاصمة الفرس، هو الذي إيش في عهده سقطت، وكان الوالي على المدائن. طبعا بعد ذلك كان سيدنا سلمان الفارسي، ليش؟ لأن عنده خبرة ورجل من هؤلاء الناس ومن قومهم، فوضعه في واليا على المدائن. فتح مصر كان من أعظم الفتوحات في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، وبشارة وحقق بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشر بإيش بفتح مكة، قال إذا فتح مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. زين، وفتح مصر، وكان الوالي على مصر في ذلك الوقت في زمن سيدنا عمر كان هو عمرو بن العاص، وهو الذي قاد الجيش جيش الفتح وفتح مصر، أذربيجان، بلاد فارس، هذه المعارك نهاوند كلها كانت في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب، لكنه رفض ايش الفتوحات البحرية خوفا على المسلمين. لم تحدث الفتوحات البحرية الا في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. زين، ودنا الان في ختام الحلقة نريد نذكر ايضا مواقف ودروس وعبر من سيرة عمر الفاروق، سير كثيرة، سيرته ومواقفه
ونبي نتكلم فيها أكثر في ختام الحلقة. يعني في الحقيقة يعني عمر نموذج، يعني أن ردنا يعني أن نستخلص منه فسنعجز حقيقة. يعني رجل وفقه الله، يعني رجل موفق، يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رجل أعز الله به الإسلام، رجل من يعني موافقاته أنه أول من لقب بأمير المؤمنين. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بعده كان أبو بكر الخليفة، عمر كان خليفة خليفة رسول الله، فكانت شاقة يعني إذا ستستمر بها الألقاب بهذه الصفة سيكون اللقب طويل. فقيل أن جاء أعرابي يسأل عن عمر فقال أين أمير المؤمنين، أين أمير المؤمنين، فالتصقت به هذا اللقب من ذلك الحين، وتتابع عليه ولاة أمور المسلمين فيما بعد. يعني عمر ما أدري يعني نتشبث بماذا من صفاته، ولكن في الحقيقة يعني يكفينا يعني طبعا عدله و يعني شدته في الحق، يعني وهذه الشدة يعني كانت مع لين ورفق بالمسلمين. يعني ما أحوج الأمة اليوم شيخ خالد يعني لعمر في هذا الزمان؟ خلني أعطيك كتاب صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هي من كتب الأمة، العدد 148، لا أنساه، مجلد الأمة؟ لا، كتب الأمة. أين؟ كتب الأمة العدد 148، اسمه السياسة والأخلاق، دراسة في تاريخ سيدنا عمر بن الخطاب. هو يسأل ثلاثة أسئلة الكتاب، يقول هل في سياسة في الدين؟ هل في صدق في السياسة؟ هل السياسة فيها صدق وأخلاق؟ هل يوجد أخلاق في السياسة؟ هل نستطيع أن نستحضر قيم ومبادئ سيدنا عمر بن الخطاب ونطبقها الآن في العصر الحديث؟ فيجاب يقول سيدنا عمر بن الخطاب أثبت أن في دين في السياسة، وأثبت أن هناك في أخلاق في السياسة، وأثبت أنه نستطيع أن نطبق هذا الدين في أي زمان وأي مكان، لأنه طبقه بكل إيش حذافيرة. يقول لأصحابه وهو يعلمهم كيف تدار الدولة، يقول أرأيتم إن وليت عليكم على أمر من أمور المسلمين أكفأكم، أحسن واحد فيكم، فأمرته ونهيته، أعطيت التوصيف الوظيفي شيخ أحمد، قلت له سو كذا لا تسوي كذا، أرأيتم أني أديت الذي علي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. خلاص أنت أديت اللي عليك، أولا اخترت مناسب المناسب لهذا المنصب وجهته، وبعدين وجهته وأعطيته التوصيف الوظيفي، هذا هو المطلوب. قال لا، حتى أنظر في أمره، أفعل الذي أمرته به وانتهى عن الذي نهيته عنه؟ قضية المتابعة والرقابة اللي الآن هي أساس الشفافية والنجاح للدول المتقدمة. أنا أحط موظف لكن ما هده وأعطيه لهذا وتابعه أحاسبه أقيمه، زين إذا لم ما نجح أشيله. هذه كانت من أعظم سياسات وخصائص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لذلك مايكل هارت هذا الرجل الأمريكي الذي كان عالم في وكالة ناسا للفضاء ألف كتابه المشهور المئة العظماء، أعظم 100 شخصية في التاريخ البشري، كان على رأس 100 رقم 1 الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان 50 من الذين أثروا في البشرية، لم يذكر أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق مو موجود في الليستة، لكن ذكر من؟ عمر بن الخطاب، لأنه إذا قلنا إذا ذكرنا قضية المحاسبة والعدل والإنصاف والحزم في الإدارة وهو هو عنوانها أمير المؤمنين. إذا أردت أن تربي أولادك
على قضية الإخلاص لهذا الدين فعليك أن تعلمهم سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إذا أردت أن تعلمهم الشجاعة فاذكر لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الزهد أمير المؤمنين الرحمة عمر، الرحمة أيضا. لكن خلنا من كلامك شيخ خالد، كيف إنسان يوفق بين يعني شجاعة عمر ورحمة عمر؟ يعني يقول هذا لما نتكلم عن الرحمة وعن الشجاعة كيف نوفق في هذا الموضوع؟ هو عمر هو النموذج لهذا الأمر فعلا. يعني أن تحتاج الرجل القوي الأمين، يعني رجل قوي، قوي في الحق، قوي في 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 أوامره، قوي في قراراته، يعني تحتاج الشدة، في نفس الوقت تحتاج إلى عين الرحمة أيضا التي تتابع بها يعني سواء كان مسؤولينك، يعني من هم تحت يعني وصايتك، تحت ولايتك، هي يعني متلازمة. يعني ها يعني الشدة والرفق يعني اللين مع الحزم، والشدة مع الرفق هي في الحقيقة يعني هي صبغة للإنسان الناجح اللي فعلا اللي نحتاجه في هالوقت. خلنا نسميها الحزم، يمكن يكون الحازم إنسان في شجاعته وفي أيضا رحمته، هذا الأمر اللي. لكن أيضا الشيخ يحيى لو حدثنا عن مكانة عمر لدى من؟ لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. نعم، هو فعلا كما ذكر الشيخ خالد في البداية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يعني كانوا سبحان الله يعني كأنها كانت رفقة. كان يعني جاء أبو بكر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني كانوا يعني متلازمين يعني أو متلازمون كلهم، وأبو بكر وعمر أيضا كانوا متلازمين أكثر. يعني يعني حتى إذا يعني أطلق العمران فهم أبو بكر وعمر، يعني لكن يعني من باب أنها يعني طغى اسم عمر على أبو بكر فيطلق عليهم العمران. مرافقتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يعني وجودهم الدائم معه، مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لهما، يعني كل هذه الأمور يعني دليل على مكانتهم في الإسلام لا شك. و يعني وكان عمر هو يعني الرجل الثالث، مع أنه مع أن إسلامه جاء متأخر كما ذكر الشيخ خالد في البداية، يعني في ناس أسلموا قبله، ولكن سبحان الله يعني شخصيات يعني صفات كانت في عمر يعني قدمت على غيره وجعلت له هذه المنزلة في الإسلام. شيخ خالد أيضا حدثنا عن وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. عليه رضوان الله لما كان يحكم في المدينة المنورة كان دائما يدعو أن يحصل على الشهادة، أن يكون شهيد. فكانوا يستغربون يعني وينك أنت، وين الشهادة؟ أنت لست في القتال ولست في المعارك ولست في الفتوحات. فالله سبحانه وتعالى جعله ينال هذه الشهادة وهو في المدينة المنورة. سيدنا عمر بن الخطاب في آخر قراراته أمر بإخراج كل من هو غير مسلم خارج المدينة المنورة، وأخرج اليهود من جزيرة العرب. هذه القرارات الأخيرة في آخر سنواته، وأخرج أهل خيبر وكلهم هذيل، وأهل تيماء وأهل فدك كلهم أخرجهم، أذهبهم إلى الشام. جاء المغيرة بن شعبة وقال لا، أبو لؤلؤة ما يخرج. ليش؟ قال ماهر، حداد، نجار، بناء، كان يملك مهارات، صانع جيد. وأصر على إيش؟ عمر، فأبقاه عمر بعد إلحاح من سيدنا المغيرة بن شعبة. فجاء أبو لؤلؤة يشتكي إلى عمر من مين؟ من المغيرة. قال أن المغيرة يأخذ مني أموال كثيرة كل يوم، يطلب مني أشياء كثيرة. قال أنت ماذا تصنع؟ أنت شنو؟ قال أنا نجار وحداد وكذا وكذا كذا. قال ليس بكثير، ما دام ما شاء الله عليك تمارس كل هذه المهن زين وتجيدها، فالذي في المقابل يطلب منك القليل. قال لأصنعن لك رحن تتحدث بها الناس. فكانت هي هذه القضية، أخذ خنجرا وجعل فيه سما، ثم في الصلاة هجم على سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطعنه. لكن سيدنا عمر بن الخطاب ما مات،
من الطعنة مباشرة، تم عدة أيام، وجاءه الطبيب وقال له يا أمير المؤمنين، بعد أن كشف عليه شاف أن يعني الحالة ميؤوس منها، ما هي إلا أيام سوف يفارق الدنيا، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين. الآن قضية الزهد، فخر الدين الرازي لما تكلم عن قضية اللذات، أنواع اللذات، قال هناك لذات جسمانية ولذات روحانية ولذة مهلكة، أي تهلك الإنسان الذي يتمسك بها. لذة المناصب، الكراسي، اللي الآن الناس دمرت دول والسبب في ذلك شنو؟ هذه الشهوة. سيدنا عمر بن الخطاب زهده وورعه وتقواه قالوا له اجعل عبد الله بن عمر ولدك، وكان كفؤا لها وكان أهلا لها، قال يكفي أن يحاسب يوم القيامة واحد من آل الخطاب عن أمة محمد، يكفي أن أنا اللي أحاسب. فجعل الخلافة في 6 من أصحاب رسول الله، مات عنهم عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، اللي هو عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، هذين 6 الذين بقوا من 10 المبشرين بالجنة. قال هذين تختارون واحد من هذين، أنا أجد هؤلاء هم أفضل المسلمين. فكانت هذه حتى وهو في النزع الأخير يرتب الدولة. البيت المسلم يرتب الخلافة لكي لا يحدث إيش؟ انشقاق، لا يحدث خلاف. فكان إيش؟ اختاروا من سيدنا عثمان بن عفان. شكرا شيخ خالد الموزع وجودك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر للشيخ يحيى بن بطين عيمي على وجودك معنا في أيضا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مش الكرام. سيرة عمر سيرة عطرة، أتمنى كل واحد يقراها، لكن وصلت إياكم لختام حلقة اليوم من برنامج المطوع، ألتقي معكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.